ومي تسخنوه مزيان تبقاو دايرين يدرج ليكم في هذا الماء حتى صافي يولي بارد، تحيدوا رجليكم وتحيدهم وديرهم واحد التقيشرات وتنعسوه وتنعسوا عليهم. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده وفي نهار جديد. ونتمنى بنياتي يلقاكم هذا الفيديو وهذه الوصفه في احسن احوال. كلكم بنياتي تكونوا بصحه جيده وفرحانين وناشطين وماشطين وسعدانين، وكل ما كتمنوا ربي يجيب عليكم ان شاء الله. يا ربي يا ربي، كاع بنياتي اللي كيشوفوني وكيتبعوني، راني كنحبكم وكنموت عليكم. كيف كتبادلوا الحب؟ راني اكثر منكم واكثر واكثر، اضعاف 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 بنياتي. واليوم تحت التعاليق ديالكم ويعني وكنقراها بالامعان وتحت الطلبات ديالكم، باغين وصفه لالام الركب والمفاصل. وبزاف الناس كيعانيو من الام الركب والمفاصل، ما كيقدروش. كاين النساء اللي كبار ولا صغار كيوليو يعانيو من الركب والمفاصل، المفاصل كضربو البروده، حتى البروده اللي كتكون في الكابي حتى هي كتكون كتولي الله شاهد. كيكونوا كاع الناس كيمرضوا، راه ولا ما بقاش كتفرقي ما بين الصغير وما بين الكبير، كلشي كيقول لك الكابيه راني ضروني. حتى داك الدري الصغير الا قلت لي اجي كيقول لك الكابيه ضروني، يعني هاد الكابيه الله يستر الله يستر. كلشي ولا عنده مرض الكابي ولا الفشل في الكابي، ما عرفناش مناش واش من الاكل واش من، ما عرفناش مناش هادشي. واليوم بنياتي جبت لكم واحد الوصفه راها زوينه ان شاء الله، غتسخن لكم الكابي، غداوي لكم الكابي، تحيد منهم كلشي البروده وكلشي المشاكل ديال الكابي، غتحيدها لكم. حتى كتكون واحد الدوره الدمويه كتكون اكثر، هي كتكون واحد الدوره الدمويه ما كتكونش في الرجلين، كتكون الرجلين كيكون فيهم دم متخثر اللي كيجعل ان داك الرجل كيتنفخ، تيولي منتفخين، كيوليو نتا هاد القضية كتطالي نتا أنا. إلا بقيت النهار كامل وأنا واقفة وكنشتغل في المطبخ كيتنفخو ليا رجليا كيتنفخو، وكنعرف أن الدورة الدموية مبقاش كدور، خاصني نحلك رجليا ونهز رجليا شوية باش تحلك الدورة الدموية مزيان وتسخنيهم. تجيب واحد هذا الباسينو اللي فيه الما سخون كتسخنيهم إن شاء الله. واليوم بنياتي غنجيب لكم واحد الوصفة بواحد العشبة اللي سبق ليا درت لكم في الفيديو السابق بها، راها زوينه هاد العشبه. ما نقولش لكم غير ديروها، اللي عنده المشاكل ديال الركب وعنده البروده وعنده الدوره الدمويه ما كايناش في الرجلين يدير هاد العشبه، راها ربي عطاها لينا معجزه، معجزه اللي كداوي هاد المشاكل. الا وهي الوصفه هي ديال العشبه، هي هذه اللي قلتها لكم في الحلقه السابقه، هو الدفله، عشبه الدفله راها ما غتشريوها ما والو، رخيصة ما غتشريوهاش، غتاخدوها غير من الشوارع. الدفلة راها كنقولو حنا الزين في الدفلة وحار، هي ما كتشوفو الزين الجمال ديالها وزوينة، لكن كتكون حارة وسامة، لكن هاد السم ديالها نافع، نافع كيداوي بزاف الأمراض، ومنها هاد المرض ديال المفاصل والبرودة. واليوم غادي نشرح لكم وغنطبق لكم هاد الوصفة ديال البرودة ديال لأن أنا محتاجاها، غنديرها لكم وغنديرها لكم قدامكم تتشوفوها بإذن الله. اتبعوا الوصفة من أول إلى آخر، وما تنساوش بنياتي الاشتراك اللي ما مشتركش واللايك الفيديو ويبارطاجيها مع الناس اللي محتاجين هاد الوصفة، وتبعوا معايا الفيديو من أول إلى الآخر. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي، كيفاش غنديروها إن شاء الله؟ غناخدو عشبة الدفلة، وغادي تعرفوا أن الدفلة راه رشحت لكم عليها بزاف، أن الدفلة راه غنية عن التعريف، زوينة للبرودة، زوينة اللي كيكون المفاصل يابسين، تيكونوا عندنا دوك السياتيك يكونوا السياتيك أو العروق يكونوا منفوخين، أو الرجل اللي كيتنتفخوا بالوقوف او باحتباس المياه او بالبروده، هذا هو كي زوين للرجلين، يعني ما كتبقى كتكوني كتحسي بالالم من بعد كديريها كتولي عندك الدوره الدمويه في الرجل مزيانه. وانا كتسمعوا بان الماء حطها كيطيب باش ان شاء الله ما نضيعش الوقت في تحضير الوصفه. غناخذ هاد الدفله وغناخذ بها حتى هي الورق ديالها، اوراق والورده ديالها، كلشي الورد والوردة، الوردة وهاد هاد اللي كتسموه ويقات، ناخدهم باش غنغسلوهم كيكونوا عاملين الأتربة.
بعد ما نقيناها الورق ديالها والورود ديالها يعني نقعناهم في الماء ديال الصنبور وغسلناهم حتى ولا المره الاولى وثانيه وثالثه باش ما يبقاوش الاطربه نهائيا. كتغسل مزيان وغنصفيوها باذن الله مزيان، غنصفيوها نحطوها نصفيوها فواحد واحد البانيو، واحد اللي كنقولوا حنا واحد البانيو اللي غنحطوا فيه الرجلين ديالنا بحالكم، نصفيوها ونحطوها كلشي ليها. هانتو ملي غنديروها في هنا اش غنديرو، كنكونو طيبنا الماء، يكون الماء غليان جدا، وغنصبو عليه هاد الماء، غنصبو عليه هادوك العشوب، هانتو غنصبو على الدفلة يكون طايب مزيان. كدير شي جوج إيطو ديال الماء، جوج إيطو ديال الماء طيبيه، ها طيبتو في هاد الغلاي وحطيتو فوق من هاد الدفلة باش يطلق ليا العناصر ديالها مزيان مزيان، وغنقع فيه رجليا بعد ما يهفى ليا شوية اللي نقدر ندور يعني نحط فيه رجليا، عاد نحط فيه رجليا. هانتوما كتشوفو كيفاش كيولي، كيخليه في الماء ديالو تيطلق دوك العناصر ديالو مزيان، ونتبع معاكم بإذن الله. بعد ما خليت هاد المنقوع ديال هاد العشوب حتى حتى يهفاو لينا يعني القش طايبين بزاف، هانتوما كيفاش كيتغير اللون، وحتى دوك الوردات ما بقاوش يعني بنفسجيين ولاو بيضين، هانتوما وطلق الماء فادي غادي صافي يكون صافي. قدرت غنحط رجليا دوكا، غنحط رجليا مع ان باقي سخان، باقي سخان، قلت لك باقي سخان، قلت لك هذا خاصهم يكون خليهم يبردوا، ما نزيدش عليهم الماء. عندك انت باش يكون عندك يطيح لك البان؟ لا ما يطيحش لي البان. صافي جاتك مزيانه، مزيان. نزيدك الماء بارد؟ لا خاصوش يتزاد الماء بارد، خاصو يبقى المنقوع ديالو كيطلق باش نستافد منه الرجلين ديالي. ايوا نستافد منه. ديري عير رجلين وحده وعاد ديري الثانيه. لا ما نقدرش ولا سير باقي سخان. صافي انقطعت ها؟ انقطعت تتهيف. تهيف بعد ما هاف ليا انا زرت رجليا، هانتوما كتشوفو، كتحطي رجلك في هاد البلاصة مع الأعشاب وهاد الماء باش يسخن ليا رجليا ودير الدورة الدموية، دوكا رجليا راه منفوخي، نخليهم حتى كيدورو الدورة الدموية الدور، ويستافدو منهم الرجلين ديالي. حتى ملي ركابي كتشدي بحال هكا هاد العشوب، بحال هكا العشوب، وكتقربيهم للركبات ديالك، كتحطيهم على الركبات ديالك، باش نتعلى في الركبة باش نوريك، كديهم فوق الركبات ديالك، محدهم سخان، كتسخني بيهم الركبة ديالك، هاد غنوريك، أنا غنستافد منهم مزيانين بحال هكا، بحال هكا، حدهم سخان غنديرهم على الركبات ديالي. هانتو هما يتسخنو مزيان، تبقاو دايرين يد رجليكم في هاد الماء حتى صافي يولي بارد، تحيدو رجليكم وتحيدهم وديرو واحد التقيشرات وتنعسو تنعسو عليهم. امتى كديرو هاد الوصفة؟ كديروها قبل ما تنعسو، قبل ما تمشيو يعني البلاصة ديالكم اللي غتنعسو فيها، كديرو هاد الطريقة وكديرو تقيشرات صافي، وكتكاو عليهم وتخليهم الصباح كيصبحو رجليك يعني معالجين من كل اي مشاكل، من العروق ولا من البروده ولا من الالم ولا من انتفاخ ولا من اي حاجه. يعني كديري هاد العشوب وكتسخني بهم الركبات ديالك وتعاود تحطيهم في الماء، الماء دوك راه ساخن جدا. هذه هي الوصفه ديالتي، انا طبقتها لكم دوكا، وانتوما غتزيدوا من عقلكم وتزيدوا من المعرفه ديالكم، وان شاء الله تكون الوصفه ناجحه باذن الله. نتمنى بنياتي كون عطيتكم الوصفة ديال هاد الركبتين والبرودة والمفاصل بهاد العشبة ديال الدفلة، أنا طبقتها ليكم هانتوما كتشوفو، أنا باقا باكا بيها، وإن شاء الله تكون علاج تام لكل مرضاكم، غير
بارطاجيوها مع مرضاكم ولكم الاجر والثواب. الى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى، والله يجيب الشفاء جميع المسلمين والمسلمات باذن الله. كاع اللي كتبعوا لالا بهيجه الله يعطيكم كل ما كتمنوا، الله يشافيكم ويعافيكم ويرزقكم الدرجه الصالحه باذن الله كامله بنياتي. الى اللقاء.